عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه بوصفات لذيذه، واول وصفه كمان انا حبيتها جدا لما جربتها وطلعت لذيذه شكلا وطعما وكل حاجه. تعالوا نعمل مع بعض كوسه. انا الكوسه بجميع احوالها بحبها، شيخ مخشي بحبها، في المحشي بحبها، في اي حاجه مكمور بحبها، مقليه بحبها، مسلوقه بحبها، شوربه بحبها. النهارده هنعملها بطريقه لذيذه جدا بالصوص الحمراء، وهنحطها في الفرن عشان نعمل الكوسه باللحمه المفرومه. عايزين كوسه، وهقول لكم ازاي هنعملها. لحمه مفرومه، طماطم مبشوره، بصله مفرومه، معلقه كبيره صنوبر ممكن نستغنى عنه، بهارات، جوزة الطيب، بقدونس، معلقه كبيره صلصه طماطم، معلقه كبيره سمنه، ويلا بينا نعمل الوصفه اللذيذه. اول حاجه هنعملها هناخد السمنه اللي عندنا، هحط كده، هسيب بس حته من السمنه ممكن، ولا نحطها كلها؟ خلاص بنحطها كلها. يلا بنحط كده السمنه هنا، وهنعصج اللحمه بتاعتنا على ما السمنه تسيح. خليني البس جلافزاتي. الصنوبر يا جماعه لو عايزين تستغنوا عنه، يعني ممكن نبدله باللوز الصنوبري، بس انا بفضل يكون فيه مكسرات. يعني في صنوبر اوكي، لا ما فيش بقى لا ده ولا ده اوكي، بس هو بيدي طعم حلو بيليق على الوصفه يعني. طيب السمنه عندنا ساحت، هناخد دلوقتي البصله ونحطها كده هنا. على ما اقول لكم احنا عملنا ايه في الكوسه. شوفوا الكوسه جبنا السكينه واخدنا الكوسه اللي عندنا بهذا الشكل. بصوا كده هنشيل الحته اللي فوق دي، وهاخد الكوسه والحته طبعا اللي تحت، وهاخد الكوسه كده زي ما هي. بصوا هقطعها لغايه فين كده فقط، شايفين فتحتها بس كده، شايفين واصله لغايه فين اهي، للغايه الا قبل الاخر بشويه. زي ما هي كده هاخدها وهقليها في الزيت زي ما هي. بعد ما بقليها في الزيت وهي كده لوحدها، بس تطلع من الزيت بصوا ايه اللي بيحصل، بتلاقوها طريت وعادي بقدر افتحها بالشكل ده. فاحنا بدل ما نعمل قوارب بتبقى بس انصاص، هنعمل كوساية كاملة على بعضها بالشكل ده. خلاص خلينا بقى دلوقتي البصل عندنا دبل شوية، نحط اللحمة اللي عندنا. وهنعصج اللحمة بتاعتنا عادي بالبهارات اللي احنا بنحبها. عايزين تحطوا حاجة؟ انا المعلقة دي كبيرة مش حباها. انا يعني بحب السباتولا، ما اعرفش ليه بحب السباتولا في التقليب، بحب السباتولا في الاستعمال عامه. هنعصج اللحمه عادي. على ما تتعصج اللحمه عندنا، خلينا نجيب بوله نعمل فيها خلينا لا شويه دلوقتي بس ناخد اللحمه نطلعها، وبعدين ناخد اللحمه صوص الطماطم اللي عندنا ونشوف هنعمل فيها ايه. هناخد صوص الطماطم اللي عندنا دي، عايزه احط لها شويه ملح، شويه فلفل، وهنحط لها الصلصه اللي معندنا. وهنحط لها شويه ميه. عايزين تحطوا لها شويه ثوم كمان ممكن. هناخد بقى دلوقتي صلصه، هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. احنا طبعا الكوسه مستويه عندنا ثلاث ارباع استوى تقريبا، يعني يا دوب بس عايزه ايه تقعد في الفرن مثلا بالكتير قوي مثلا من تلت لنص ساعه فقط. ف
فقط لا غير، حتى ممكن ربع ساعة بس يعني تشرب من الصوص وتكمل شوية اللي فاضلين من السوى في الصوص اللي في الفرن. نحط هنا بقى شوية ملح، شوية فلفل، شوية بهارات، وعندنا هنحط فين ال وشوية جوزة الطيب، أي حاجة مش حابينها استغنوا عنها. يلا هناخد بقى دلوقتي البايركس اللي هنقدم فيه، هنحطه كده هنا، هحط الصوص هنا، هزود عليها شوية مية، تقليبة خفيفة كده، وهناخد بقى الكوسة اللي عندنا ونرصها كده هنا ونفتحها علشان تبقى بالشكل اللي احنا شفناه ده، بدل ما نعمل انصاص بنعملها كاملة. بصوا لطيفة جدا اهي، شوفوا كتير حبيت الفكرة، كتير مش شوية اهي. وبعدين كمان ما بنقورش الكوسة، يعني بتفضل الكوسة باللب بتاعها اللي انا بحبه جدا يعني. فيعني حسيتها احلى من الكوسة القوارب، كله حلو يعني، بس دي كده حسيتها مشبعة اكتر. هناخد بقى دلوقتي اللحمة اللي عندنا ونبتدي نحطها في الكوسة، نفتح كده كده ونحط هنا في الكوسة بالشكل ده. وطبعا بس تستوي بقى بنروح حاطين على الوش الصنوبر او اللوز او ولا حاجة خالص زي ما انتوا عايزين. طيب انا هكمل دلوقتي بقية اللحمة اللي عندنا، مش عارفة يعني مثلا في حاجات ممكن انتوا حابين تزودوها زودوها، يعني ممكن مثلا بعد ما تخلص خالص تقدروا مثلا تغيروا الستايل بتاع الاكله كلها وتروحوا حاطين جبنه مثلا، يعني بتليق. ممكن تحطوا مع الصوص الحمراء تحت مثلا ريحان. عرفتوا قصدي؟ طيب خليني دلوقتي انا اكمل الكلام ده، وهاخدها دلوقتي احطها في الفرن على درجه حراره 200، بغطيها بالفويل وبحطها في الفرن على درجه حراره 200، يعني بنحطها حوالي ربع ساعة كده وبعدين بتبقى تمام التمام. هغطيها وفي الفرن درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.
اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. تعالوا شوفوا جمال الوصفه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. شوفوا قد ايه طلعت لذيذه و كده مليانه مليانه. تمام كده احنا خلصنا الوصفه الجميله جدا بتاعتنا، انا معجبه بيها جدا. تعالوا نعمل مع بعض دلوقتي كفته البطاطس بالتونه. تعالوا نشوف عشان نعملها هنعملها ازاي، عشان احنا هنحشي البطاطس بتاعتنا بالتونه مش هنخلطه كله مع بعض. تعالوا نشوف. عايزين للحشوه علبتين تونه، 2 معلقه كبيره ليمون، 2 معلقه كبيره مايونيز، عايزين 1 بصل، فلفل رومي مفروم، وللبطاطس عايزين كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه، 1 بصل، 2 فص ثوم، وعايزين 2 معلقه كبيره بقدونس، ملح وفلفل، معلقه صغيره بابريكا، 2 بيض، وعيش توست، وزيت للقلي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا عندنا هنا البطاطس، قلنا عندنا بطاطس هنحط معاها بصل، هنحط معاها ثوم، هنحط معاها بقدونس، هنحط معاها بابريكا، وهنحط ملح وفلفل. ادي الملح وادي الفلفل. كده احنا جهزنا البطاطس صح، حطينا كل حاجه. تعالوا نرجع مع بعض، بطاطس، بصل، ثوم، بقدونس، ملح وفلفل، بابريكا، وخلاص دي كده خلصنا منها. خليكي على جنب شويه، نجيب التونه. التونه بتاعتنا هنحط لها ايه؟ برضو ملح وفلفل. ادي الملح وادي الفلفل. هنحط لها ليمون، هنحط لها المايونيز والفلفل الاخضر. ادي المايونيز وادي فلفل اخضر وادي بصل. كده جهزنا الحشوة. تمام كده كله عندي جاهز. يلا هنرجع دول مكانهم ونشيل دول من هنا ونجيب دي كده هنا. دول اللي قدامنا اهم. ادي البيض وادي يا بانكو يا بقسماط يا توست مفروم، زي ما تحبوا اللي موجود عندكم. احنا هنستعمل بانكو. هناخد بقى دلوقتي البطاطس اللي عندنا ونخلطها كويس بالمكونات اللي احنا حطيناها عشان كله يندمج مع بعضه. تمام جدا كده. يلا هناخد دلوقتي قطعة من البطاطس هنفردها ونجيب قطعة تانية وبرضو هنفردها. هناخد من الخلطة اللي عندنا اللي بالتونة ونحطها كده في النص، وهناخد القطعة التانية نحطها فوق ونقفلهم كويس. بالشكل ده عايزين تظبطوها بقطاعة، بتقدروا تعملوها بقطاعة لو عايزين.
بتفردوا البطاطس وتجيبوا القطاعة وتقطعوا قطعتين وتحطوهم على بعض زي ما احنا عاملين في النسخة، ودي لو هتعملوها بإيديكم من غير قطاع اهي. تمام تمام دلوقتي دي على دي اللي معمولة بقطاعة بقطاعة اهم، ودي اللي من غير قطاع. يلا على البيض، دلوقتي اوريها لكم بعد ما نحطها. مفيش فرق كبير على فكره لو انتوا ايديكم عملتها مظبوط. خلاص وعلى البانكو طبعا احنا كل حاجه عندنا مستويه، احنا بس عايزين نحمر الكفته بتاعتنا، بس كل حاجه مستويه. ودي بقى من الحاجات اللذيذه اللي ممكن ان احنا نحطها في الفريزر، ووقت ما نعوز نطلعها بنطلعها. يلا هاخدها هحطها دلوقتي في الزيت. زي ما قلنا من الحاجات المستوية، فمش يعني مش هتقعد، مش عايزاها تستوي من جوه، فبقدر احطها على نار عالية عادي. بحبها قوي. بحب التونة دي قوي، بتقدروا تعملوها ساندويتشز كمان، بتطلع حلوة قوي. تقدروا تحطوها في الكرواسون تطلع خطيرة. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كده احنا الكفته بتاعتنا تمام التمام اهي، خلينا نطلعها. تعالوا بقى نفتحها ونشوف ايه الاخبار. تعالوا نفتح اتنين كده ونشوف اخبارهم ايه. سامعين؟ شوفوا الجمال اهي. كل حاجة فيها مستوية ولكن بس عايزة تتحمر. بس شوف قد ايه طرية وجميلة. خليني احرق اجيها بس باكل. شهي مقرمشه ولذيذه لذيذه لذيذه، مش قادره اقول لكم قد ايه. انا قلت بتشهي. يلا بينا نعمل مع بعض حاجه بقى كده لطيفه، سموذي فراوله. بس انتوا بتقدروا تعملوه باي حاجه تانية غير الفراوله، يعني ممكن تعملوا نفس الوصفه دي بس بالمانجا مثلا، ممكن تعملوا باللي انتوا عايزينه. احنا النهارده هنعملها بالفراوله. المهم ان الفاكهه اللي هنستعملها نحطها في الفريزر. تمام؟
عندنا كوبايتين من السموذي من الفراولة المجمدة، كوباية ونص من الزبادي، وأنا بفضل لو هتجيبوا زبادي بقى تجيبوا عايزينه حاجة حلوة هاتوا زبادي يوناني، فكوباية ونص من الزبادي، نص كوباية كريمة لباني، ونص علبة حليب مكثف محلى. يلا بينا هناخد أول حاجة الزبادي اليوناني اللي عندنا ونحطه. لو مش عايزين تجيبوا يوناني عايزينه أخف شوية هاتوا عادي، بس اليوناني بيطلع أحلى. هاتوا الزبادي عادي. نجيب نحط حليب مكثف محلى، انا بس بقول لكم على افكار وانتوا ايه هاتوا المناسب. نجيب الكريمه، وبنقدر نبدل الكريمه بحليب، نقدر نبدل الكريمه بحليب، بس انا يعني ده لو عايزينه ادسم. نحط بقى الفراوله المجمده، مش هحط طبعا سكر لان احنا كنت هقول لكم عشان احنا زي السكر عشان احنا حاطين حليب مكثف محلى وفراوله فيها سكر. خلاص كده تمام ولايقه على الترند اللي طالع جديد بتاع كل حاجه بينك كده، وانا اصلا بحب اللون البينك اهو كده تمام التمام. ناخد بقى السموذي اللطيف بتاعنا ونحطه في الكوبايات. يا جماعه طعم التونه حلو قوي، طعم التونه حلو قوي، يعني طعم الكفته حلو بزياده، مبالغ في اللذاذه، مبالغ في اللذاذه. ادي كده السموذي بتاعنا عملناه، وعملنا كمان معاكم كفتة البطاطس، ناقص معانا حاجة واحدة لذيذة قوي هتحبوها بس هنعملها بعد الفاصل، وهي مش هقول لكم عليها. نطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل شوفوا هنعمل ايه مع بعض النهاردة، حاجة لذيذة كده للبيت، بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض معطر منزلي بحاجه سهله وسريعه جدا جدا جدا. المعطر بتاعنا علشان نعمله عايزين اي زيت عندنا من الزيوت المعطره اللي بنجيبها بنحطها في الفواحات دول، فعايزين منهم معلقه كبيره من الزيت العطري، عايزين نص كوبايه
كحول، كحول ونص كوباية مية، يعني المية قد الكحول قد، وعايزين عليهم معلقة كبيرة زيت معطر، ورد بقى، أي حاجة من اللي انتوا بتحبوها. ده عندنا بنكهة الورد أو بنكهة الياسمين، فأنا حبيت إن احنا نعمل إيه، ناخد شوية ورد كده نحطهم في إزازة، شوية كده بس يدوا شكل حلو، حركات يعني، بس شوية مش كتير. كمان حتة وخلاص، غير ان هو كمان هيدي اكيد يعني هيطعم الريحة، هيدعم الريحة بزيادة، لان ده اصلا لو غليناه بيطلع ريحة، هو مش بس شكل، بيطلع طعم اسفل. تمام تمام كده. هناخد دلوقتي الكحول اللي عندنا، هنحطه كده هنا، نص كوباية من الكحول ونص كوباية من المية، واهم حاجة المعلقة الكبيرة من الزيت العطري اللي عندنا. هناخد بقى الكلام ده كله ونحطه هنا في الإزازة، اي بخاخ، اي إزازة عندكم. وهنبتدي نبخ. الريحة حلوة جدا على فكرة، ومرطب يعني، بينزل كده بيرطب بالريحة باللافندر، يعني المهم ان هو من شلة الورد، فرايق على الورد اللي احنا حاطينه ده، لطيف جدا على فكرة، لطيف بجد. ده غير ان كمان الورد اللي احنا حطيناه كده عمل شكل حلو مع عمل شكل حلو، طبعا ده ما كمان لو مليان للاخر بيبقى كمان احلى واحلى، ريحته حلوه جدا 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 جدا. واحنا كده نبقى خلصنا معاكم الحلقه للنهارده. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه مع بعض، وزي ما طلبتوا لو ممكن ننزل بس الوصفات تاني، لانه انتوا دايما بتطلبوا ان الوصفات تنزل تاني في اخر الحلقه. يلا نبتدي مع بعض بكفتة البطاطس والتونة الرهيبة، كلت منها كمان في الفاصل. عشان نعمل كفتة البطاطس بحشوة التونة عايزين علبتين تونة، معلقتين كبار ليمون، معلقتين كبار مايونيز، عايزين بصلة، فلفل رومي مفروم. عايزين نعمل خلطة للبطاطس، فعايزين بطاطس مسلوقة أو مهروسة، بصلة، 2 فص توم، 2 معلقة كبيرة بقدونس، ملح وفلفل، معلقة صغيرة بابريكا، عايزين 2 بيض، وعايزين يا توست يا بانكو يا بقسماط زي ما تحبوا، وزيت للقلي، وللتقديم عايزين شوية خس وليمون شرايح. عملنا ايه؟ اخدنا البطاطس سلقناها، بعد ما سلقناها هرسناها وحطينا لها الحاجات اللي مكتوبة اللي هو البصلة والثوم والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا، وبعدين جبنا المايونيز حطينا معاه الحاجات اللي مكتوبة اللي هي قصدي التونة، اللي هي تونة وليمون ومايونيز وبصلة نية وفلفل رومي مفروم برضو ني، وشوية ملح وفلفل أكيد. أخدنا البطاطس حطيناها عملناها دواير كده وبطبطناها، وبعدين حطينا شوية تونة في النص، بعدين رجعنا بططنا واحدة تانية وحطيناها فوقيها وقفلناها كويس قوي، بعدين حطيناها في البيض والبقسماط، وبعدين أو في البانكو زي ما انتوا عايزين أو التوست، وقليناها وأكلنا نصها على الهوا زي ما انتوا شايفين كده، طلع طعمها رائع. الكوسة بتاعتنا النهاردة هقول لكم أنا إيه اللي حبيته فيها. عايزين كوسة مفتوحة بالطول ومقلية، مفتوحة مش للآخر، ربع كيلو لحمة مفرومة، 6 طماطم مبشورة، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة من الصنوبر أو اللوز الصنوبري المحمص أو مقلي، رشة بهارات، رشة جوزة الطيب، بقدونس مفروم، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة سمنة. إحنا أخدنا البطاطس وفتحناها بالطول بس مش للآخر، وأخدناها قليناها في الزيت أسفل الكوسة،
واخدناها قليناها في الزيت. بعد ما اتقلت في الزيت بتفتح، بيبقى سهل ان احنا نفتحها. ميزه الطريقه دي انها القوارب بنضطر ان احنا نفرغ من اللب الكوسه، ما بناخدش فايده الكوسه كامله طبعا لاننا بنشيل اللب، انما دلوقتي احنا لما بنعمل الطريقه دي بتفضل الكوسه عندنا كامله فبنستفيد بيها كلها. اخدنا بعد كده اللحمه وعصجناها، حطينا لها شويه ملح شويه فلفل رشه بهارات رشه جوز الطيب بقدونس، واخدناها حطيناها جوه الكوسه، واخدنا الصلصه حطيناها مع الطماطم المعصوره او المبشوره، حطينا لها شويه ملح وفلفل، وحطينا حطيناها في بايركس وحطينا الكوسه فوقيها ودخلناها على الفرن. قعدت في الفرن تقريبا تلت ساعه، وبعدين طلعناها وحطينا عليها اللوز كده زي ما انتم شايفين. بعد كده عملنا سموذي الفراوله. سموذي الفراوله قلنا بتقدروا تغيروا نوع الفراوله زي ما انتم عايزين، المهم عندنا تبقى الفاكهه مجمده. فعندنا كوبايتين من اي نوع فاكهه انتم عايزينه، احنا استعملنا الفراوله، كوبايه ونص من الزبادي، وانا استعملت زبادي يوناني، بتقدروا تستعملوا الزبادي العادي، نص كوبايه كريمه لباني سائله وتقدروا تستعملوا بدلها حليب، نص علبه حليب مكثف محلى، ودي ما تقدروش تستغنوا عنها الا بقى لو هتشيلوها وتحطوا بدلها سكر، ونزود ساعتها شوية من عيار الحليب. طيب أخدنا وضربناها في الخلاط، ما عملناش أي حاجة، طلعت كده زي ما انتم شايفين ساقعة ولذيذة ومنعشة ولونها كمان حلو. وعملنا المعطر بتاعنا النهاردة، واللي ابتدى اللون بتاع الورد يصبغه، شايفين اللون ازاي ابتدى يبقى اتغير، لأن نكهة الورد والورد ابتدى ينزل على لون المية، فده بقى شكل نتيجة ان احنا حطينا الورد معاه، هيعزز من النكهة وهيخلي الشكل احلى وهيخلي النكهة كمان اقوى. دي كانت الوصفات بتاعتنا للنهاردة، واللي بتمنى انها تكون عجبتكم. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 بالليل وإعادة الساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.